اهلا وسهلا اختي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. سيد بشير، الى اين وصلت يعني جهودكم في ازاله السواتر الترابيه والتمهيد لعوده النازحين؟ والله احنا انطلق طبعا بناء تعليمات الاداره العامه، مدير اداره الامن طرابلس، انطلقت الاعمال من امس حوالي الساعه 11 صباحا، ونقول لك تجاوزنا حوالي 300. الان كنا في شارع الخلاطات وكنا في طريق المطار، ونعمل على قدم وساق بالتعاون مع شركه الاشغال العامه وبتعليمات متابعه مباشره مع السيد وزير الحكومه المحلي، وتم انجاز حوالي 95% من فتح المسارات الرئيسيه والطرق، وبدينا حتى في الممرات الداخليه في شارع الخلاطات وفي شارع المطبات اللي هو خلف معسكر حمزه، طريق صلاح الدين كلها بالكامل افتحناها. في امس فتحنا سوق الجمعه الفاصل اللي ما بين سوق الجمعه وما بين فجوره، وكان في تهليل وتكبير من السكان، ونتمنى ان السواتر الترابيه وتفصل بين الناس ان شاء الله. سيد نعم، سيد بشير، برايك يعني او متى تتوقف او تنتهي عمليات ازاله عفوا السواتر الترابيه من على الطرقات؟ والله احنا تجاوزنا قلت لك 95% خاصه في طريق المطار اصبح مفتوح بالكامل، طريق صلاح الدين بالكامل، الطريق المزدوجه نتاع الشط مفتوحه بالكامل، تجاوزنا 95% قلت التوتر الداخلي اللي في الازقه الاحياء، ان شاء الله بقدره الله غدوه تنتهي منها الاعمال، وحنباشر في اعمال النظافه واعمال نقل المخلفات، والعمل على قدم وساق الى الان رغم الظروف الجويه اللي في مدينه طرابلس اليوم، ظروف جويه قاهره، اليوم انتقلنا الى ازمه ثانيه وهي ازمه المياه، واللي قامت الشركه فيها رغم انها مش اختصاص بسيط ولكن بالتعاون مع شركه المياه. طيب بالحديث عن ازمه المياه والامطار سيد بشير، يعني كيف كان يعني استعدادكم للامطار الغزيره التي هطلت اليوم على العاصمه وكما ذكرت ادت لاغلاق العديد من الطرق؟ لا هي ما هيش اختصاص، احنا اختصاص تفصيل للشركه العامه للمياه والصرف الصحي، وهي شركه ذات ذمه ماليه واداريه مستقله، ولكن احنا كتعاون مع الشركه وفرنا العماله وفرنا السيارات وحاولنا ان نعاونهم، لان بصراحه الكميات الامطار قياسيه جدا الى الان قاعده، ونتمنى ان شاء الله الناس تتجاوز الازمه وربك يفرج عليها يا رب العالمين ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا سيد بشير العكروتي مدير شركات الخدمات العامه، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.